أفكار الليل. لماذا بنيت هذه الحارات وتلك الأزقة على هذه الصورة المعوجة؟ هل اليد التي رسمتها لم تكن قادرة على تعديل الخطوط؟ وتوقف فكره عند هذا الحد، وتذكر ابنه زين العابدين التلميذ بالمرحلة الأولى وهو يكتب، فتارة يشرئب بالسطر إلى أعلى، وتارة ينحني به إلى الأسفل، ومرة يعرجه كمشية الثعبان. ثم وقف الرجل الذي يفكر في مكان ما عند الناصية، وحملق في الأفندي النظيف الذي مر به وخمن أنه مهندس، ثم تصور أن ابنه سيكون مهندسا وسيرسم الشوارع بهذا الشكل المعوج وبنفس الطريقة التي يكتب بها في الكراسة. ثم تنحنح وتحرك من مكانه وهتف في نفسه: يا ريت. ومن الساحة التي تلتقي عندها ثلاث حارات وقف ينظر في اتجاهات ثلاثة، إلى حارة عبد ربه وعطفة الكركون ودرب محمود، وكلها طرق مسدودة، يقف في صدر كل منها بيت عال يؤكد للمارة أن المرور ممنوع. وفي الشرفة العليا من إحداها يتدلى غسيل أبيض تتميز فيه قطعة كبيرة هي ملاءة لسرير. نسيم الخريف في الليل الرطب القريب من مدخل الشتاء ينفخها ويفرغها وينشرها ويطويها، والنوافذ موصدة، وكلب ضال ذنبه بين رجليه يأخذ طريقه إلى الخرابة القائمة على مرمى البصر، والمصابيح معدومة، والوقت بعد نصف الليل، وليس في سهرات الراديو هذا المساء شيء مغر، لذلك ليس هناك ضجيج. كأن سكان هذه المنطقة جميعا متعبون، ناموا مبكرين، وكأن كل شيء يقول للثاني: وظيفة متعبة لكن فيها شيئا من التسلية. نحن نرى أحوال الناس، ومصمص شفتيه بهدوء، ولم يكن لحذائه العسكري وقع ظاهر على الأرض، فهو ينقل قدميه برفق والحارة غير مبلطة، ونقل البندقية من يده إلى كتفه، ثم انزوى في صدغ باب. كان يقول في نفسه: إن ميعاده قد قرب. ذلك الشاب الأنيق الذي لا يعود إلا بعد منتصف الليل هو آخر من يدخل البيوت في تلك المنطقة. إن أبهة ثيابه لا تتناسب مع هذا الحي. لعله سائق عند أحد الأغنياء فهو يخلع عليه من ملابسه الأنيقة. لقد تأخر. ثم تحرك خارجا نحو الشارع الرئيسي الذي لا يبعد كثيرا عن المكان، وسمع نفس الأنين الخافت المتهالك ينبعث من وراء شيش المنظرة، فتبسم. لقد ظنها منذ ليال شيئا غير آلام المرض، لكن آهة طويلة أعقبتها نوبة بكاء حددت له الموقف، واستمر في طريقه. وعلى مقربة من الشارع الرئيسي وقف يدخن سيجارة. كانت الحوانيت تبدو أمام عينيه صفا مقفلا ترقد عند عتبتها الأقفال، ثقيلة غليظة، وبعض أوراق مهملة يطير بها الهواء في كل اتجاه. ثم ألقى عقب السيجارة على الأرض ودخل إلى المنطقة المظلمة مرة أخرى، وسأل نفسه عندما تذكر المريضة التي تئن: ترى ماذا بها؟ مغص كلوي كالذي يهاجم امرأته أم زين العابدين، حرق أو سلق من حلة طبيخ أو صفيحة غسيل أو بور غاز، ليكن ما يكون، لكن لماذا لا تثور آلام الناس إلا في الليل؟ وابتسم وفرح بنفسه وهمس قائلا: يا خسارة يا واد يا فرق، يعني نفسه هو، لو أنني تعلمت لكنت فيلسوفا، أو ربما كنت عالما مثل الذي عرف البنسلين. نعم البنسلين لا الأسبرين. وعاد إليه السؤال: لماذا لا تثور آلام الناس إلا في الليل؟ وعندما يقترب الفجر تهرب كأنها اللصوص. وتذكر اللص الذي قبض عليه وهو يتسلق أنابيب المياه في الأسبوع الماضي، وكيف أنه حاوره وداوره، ثم لجأ أخيرا إلى استعطافه، حلفه ليلتئذ بابنه، وكاد قلبه يخفق له، لكنه صرخ في وجهه بصوت عال كأنما ليطغى على همس قلبه: اخرس يا حرامي، مالك ومال ابني؟ ووصل إلى الساحة الواسعة في المنطقة المظلمة التي كان فيها أولا، حيث تلتقي حارة عبد ربه وعطفة الكركون ودرب محمود. ومر عليه فورا الفقيه الأعمى يتحسس طريقه ويستغفر الله. كان راجعا من سهرة امتدت طويلا، وكتم عسكري البوليس أنفاسه حتى لا يحس به الأعمى، وسأل العسكري نفسه سؤالا وجيها: لماذا يعرف العميان طريقهم في الظلام؟ لو أغمضت عيني ومشيت لضللت طريقي. وتوصل للجواب: الله هو الذي يهديهم.
وفرح بنفسه مرة أخرى وهمس قائلا: يا خسارة يا واد يا فرج، لو تعلمت لكنت رجلا عظيما، ربما محافظا للقاهرة أو لإحدى المحافظات الأخرى الصغيرة مثلا، لكن البركة في زين العابدين. ورأى شبحا يتحرك على بعد والنور يلمع في الطبقة السفلى من المنزل الأخير في عطفة الكركون. هذا ما يحدث في معظم الليالي، هذا الأفندي يدخل هذا السكن، كل شيء يمشي بنظام وبشكل طبيعي لا يحمل دلائل الريبة على أن عودة الممشوق يدل على أنه ابن عز، على أن هناك ليالي لا يراه فيها، ربما لأنه يكون بعيدا عن المكان ساعة عودته، أو لعله يبيت خارج مسكنه بعض الأحيان. وسأل نفسه: ماذا تفعل النساء عندما يبيت أزواجهن في الخارج؟ وتعب لنشاط أفكاره، إن ذهنه يرميه بسؤال وراء سؤال، ثم لا يلبث أن يتحفه بالجواب على أنه رأى أن هذا السؤال أوجه ما وجه إليه. وتحرك يمشي في سكون، مشية الصائد إذا تتبع الطريدة. ووردت عليه في هذه اللحظة امرأة ما لبث أن عرفها، لأنه دقق معها ذات ليلة فأجابت بأن حرفتها تحتم عليها أن تخرج في غير مواعيد وترجع في غير مواعيد على حسب الحوادث. وكانت راجعة من بيت امرأة جاءها المخاض فسهرت جنبها حتى وضعت. ومن الغريب أن هذه الداية تركت بنتها هي تعاني آلام الولادة، وهذا يكون باب النجار. ومرت به وهمست بالتحية وهو يتمشى في سكون، ووازن بين المهنتين فألفاهما متشابهتين، إنه هو شخصيا يسهر على أمن الناس، وربما كان أولاده منزعجين من شيء. ولوى شفته وعاد إلى السؤال المعلق الذي كان واقفا ينتظر الجواب، وأجاب نفسه: سؤال سخيف، ماذا عسى أن يصنع النساء إذا بات أزواجهن خارج البيت؟ لا شيء. وسمع ضحكة تأتي من مكان ما مبهمة غامضة من التي يلونها السكون بألوان مثيرة، ضحكة رجل ظفر بشيء ما بعد طول مقاومة، فتذكر وعاد إليه السؤال فحاول أن يجيب: بعض النساء ينمن متعبات من عمل النهار فلا يفكرن أبدا، وبعضهن يحلمن بعودة الزوج حتى يبدد الوحشة، وبعضهن لا يحلمن بعودته حتى لا يبدد الأنس. وفي هذه المرة وبعد هذه الإجابة لم يفرح بنفسه ولم يصفها بالذكاء ككل مرة يجيب فيها عن سؤال. في هذه المرة اتهم نفسه بالغباء، هناك أسئلة لا داعي لها وبالتالي تكون الأجوبة لا داعي لها كذلك، وبصق على الأرض ثم عاد إلى الساحة حيث تلتقي هناك حارة عبد ربه وعطفة الكركون ودرب محمود، وجعل يحملق في الغسيل المنشور في الشرفة الأخيرة من البيت القائم في الصدر ذي الطبقات العالية والذي يسد الحارة في إصرار. وحلقت في السماء سحابة في لون حجر الشبة، وخيل إليه أنها ستبخ الغسيل، ثم أحس أن ساقيه تؤلمانه. لماذا؟ لأن صحته ليست على ما يرام في هذه الأيام، مفاصله غير مربوطة جيدا، لكأن أعصابها ممطوطة مثل الأستك الفاسد الذي تخلعه امرأته من سراويل الأولاد. وخطر له ابنه زين العابدين، هل سيقف هذه الوقفة؟ وجعل يحاور نفسه: لا قدر الله يا بني، هل يكون مثل اليزباشي شاهين فندي؟ يمكن. وهل شاهين فندي سعيد بحياته؟ سعيد أو شقي، المهم ألا يقف زين العابدين هذه الوقفة. أليس من الجائز أن يكون أحد الذين تقبض عليهم يدي في الظلام؟ يعني لصا؟ جائز. إذن لا حول ولا قوة إلا بالله، ينام حتى الصباح حتى يتم التحقيق، ويحبس احتياطيا، وتحدد له قضية، ويكون من أرباب السوابق، ويسد في وجهه باب كل عمل شريف فيشرب المر، لأنه لا يجد إلا المر. أعوذ بالله من وسوسة الشيطان. ثم أفاق على صراخ أعقبه ضجيج فيه أصوات مختلطة واستغاثة بالبوليس، فرجح أن الغسيل البائد في الشرفة سطى عليه لص عن طريق السطح، فأسرع يهرول، ولكنه تبين أن الحادث في مكان آخر في الدور الأرضي الذي دخل إليه الأفندي الأنيق منذ ساعة. كانوا يقولون إنه حرامي، لكن هيئة اللصوص لم تكن بادية عليه، وقد رآه الواد فرج وهو يدخل منذ مدة، وعرفه من قوامه الممشوق وهيئته الرياضية السليمة، لكن تبين أنه نصف زنجي، ومما لا شك فيه أنه سواق عند أحد الأثرياء، وقد قرر بنفسه هذا، ولعله كان يحتمي باسم سيده. وقهقه الواد فرج عندما رأى أن فراسته لا تخيب حتى في الظلام،
أليس هذا شيئاً يسعد ويخفف من آلام المهنة؟ أن يكتشف الإنسان في نفسه أنه أهل لعمله؟ يخرب بيتك، وماذا أتى بك إلى هنا؟ كنت عند هذه السيدة وأعلنها بوقاحة جريئة، وصمم الجيران على أنه لص لأنها هي التي قالت ذلك واستغاثت بالناس، وكان في عيون بعضهم تحت نور المصابيح شك شديد، وعلى وجوه السيدات علامات سخرية، وكان بعضهن بملابس النوم وعلى شعرهن آثار الوسادة. فعرف عسكري البوليس أن الناس كثيرا ما يعلنون بألسنتهم غير ما يعلنون بملامحهم، وكانت النهاية أن سلمه إلى القسم. وأصرت المرأة التي تنام وحدها لأن زوجها غائب على أنه كان يفتح عليها الباب وفقط. كانت الساعة قد جاوزت 2 صباحا عندما فرغ الواد فرج من هذه المشاغل وانسل في الظلام من جديد داخلا إلى منطقته، فعاوده السؤال الذي كان ألح عليه منذ ساعات، عما تعمل النساء إذا بات أزواجهن خارج البيوت؟ فتذكر ما جرى، وتذكر أن أم زين العابدين تنام وحدها الآن على مسيرة ربع ساعة من هذا المكان، فلماذا لا يذهب ويرى ما هناك؟ وأجاب عن السؤال: ربما تمر الدورية في غيابي فلا تجدني في مكاني. ثم حاور نفسه، يعني حبكت الطوبة في المعطوبة، الحشرة لا تأتي إلا في الإصبع المجروح، عملتها مرة وذهبت فوجدت كل شيء على ما يرام، وعدت إلى النقطة فوجدت كل شيء على ما يرام كذلك. هل تسلم الجرة في كل مرة؟ لا، لن أذهب، لن يكون البيض الذي تركض عليه الدجاجة فاسدا كله. حقيقة أن فيه بيضا فاسدا، لكن ليس كله، ليس كله. وبعد يومين تبدل الموقف، فصارت راحته بالليل وعمله بالنهار، وقضى المساء الأول في بيته يتسامر مع أم زين العابدين. وعندما نام كل شيء في الشقة وسكتت الحارة، كان هناك صوت رضيع في البيت المواجه يبكي بكاء ينطق بأن أحدا لا يهتم به، فنظرت إلى زوجها كأنها تسأله عما شغل أم الصبي عن بكاء الصبي. وعند ذلك تذكر الرجل ما رآه منذ ليلتين حين أمسك الجيران بالشاب الممشوق واتهمته المرأة بأنه لص، وكانت أم زين العابدين تضجع في استرخاء وتنظر وهي تتثاءب. فسألها الرجل باهتمام وهو يتمدد إلى جنبها: اسمعي، حين تركتني وحدي وأقمت في البلد أيام ولادة بنتنا صفية، هل تذكرين كم يوما غبتها عني؟ نسيت 100 إلا واحدا عددناها معا ليلة التقينا. نسيت؟ وضحكت كأنها تقربه منها، لكنه سألها بنفس الاهتمام: طيب، ألم يخطر على بالك في سكون إحدى الليالي أنني نائم في أحضان امرأة غريبة؟ فأجابت بصوت ملأه الشفقة ولا يخلو من الحب: أبدا، كنت دائما أراك في الدورية في البرد أو راقدا وحدك والغطاء واقع من عليك. أنا أثق فيك. فمشى الحنان في كيانه، وتذكر أن البيض الذي ترقد عليه الدجاجة لا يمكن أن يكون فاسدا كله، وأن اليسباشي شهين فندي قال لأحد زملائه على مسمع منه ذات مرة: إن المرأة التي تثق في زوجها قل ما تخونه. فأحس فرج، كأن الحكمة هبطت عليه من السماء في الليل الساكن. وبصبص زين العابدين على مقربة منه بعينيه ثم نام، فرأى فيهما نفس عينيه. وفي الوقت الذي انقطع فيه صوت الرضيع في البيت المواجه، كان صوته هو يتدفق إلى أذن امرأته حارا متهدجا مرحا: زينب، هل تعلمين؟ فشهقت: بماذا؟ بأنني أحبك. الدنيا برد، تعالي إلى جواري.